نسبة العدد. ملعب 9-7-4 كان بيسع حاجة واربعين ألف متفرج. 44 دلوقتي الساعة نزلت درجة ما نزلتش. ولا زي ما هي؟ سألنا وتأكدنا ان الساعة يعني كان في كلام طلعت انها نزلت لتلاتين ألف. لا ما نزلتش الساعة زي ما هي والاستاد كامل. هم كان في فكرة ان ممكن يتم تفكيك الاستاد، لكن الناس شافت ان الناس مبسوطة بتجربة الحاويات وشكل الاستاد كويس وعلى شاطئ البحر، فقال لك احنا ممكن نساعد بطرق تانية لكن نحافظ على الارث ده ونستضيف بطولات ليه نهد وليه بعد كده احنا ممكن نعمل للاجيال اللي جايه. وده فكر كويس الحقيقه، الناس ما يكونش فيه اصرار على راي معين، لا في تجاوب، والناس دايما بتشوف راي الشارع والانطباعات اللي في كل مكان. فالحقيقه الناس حبت الاستاد ده بشكل كبير، هيبقى فيه مباريات، هيبقى فيه الكتير من الفعاليات الترفيهيه. فاعتقد ان وجود الاستاد واقامه بطوله بالحجم ده، وفي كمان بطوله كاس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو خلال شهر يناير هتقام ايضا على نفس الملعب، فده يقول لك ان استادات كاس العالم شغاله وبيستضيفوا فمحافظين عليها باذن الله. باكد لحضراتكم مباراه بكره بين الاهلي وباتشوكا بالتاكيد في كاس للفريق الفايز. الاهلي كان خد 2 مليون دولار بعد الفوز على العين، بكره اذا ربنا كرمنا وفزنا على باتشوكا كمان 2 مليون على 2 مليون، يبقى كده معانا 4 مليون دولار ونروح نلاعب ريال مدريد على استاد لوسيليوم الاربع اللي جاي. وكمان بكره في جائزه استثنائيه جديده، جائزه الرجل المباراه مان اوف ذا ماتش، لان كمان المباراه الختاميه مع الريال مش جائزه البطل بس وفي ميداليات للوصيف، ده كمان في ثلاث جوائز لافضل لاعب في البطوله، تاني افضل لاعب، تالت افضل لاعب، مجموعه جوائز مختلفه هنشوفها يا محمد بكره.